اهلا بيكم وفيديو جديد النهارده، معاكم امير اسعد من قناه كورو رسم. النهارده معانا فكره بديل الخشب وبديل الرخام والستيل 3 سنتي. اول حاجه زي ما حضراتكم شايفين بنشيل الشاسات بتاعه الكهرباء بحيث ان احنا نركب بديل الرخام براحتنا ومظبوط، وبعد كده نركب الشاسيه فوقيها بيبقى شكله اشيك. اول حاجه بنبدا ناخد مقاس بديل الخشب. بديل الخشب اللوح او الشريحة بتبقى 2 متر 80، اللي قدامنا ده 17 سنتي وفي 20 سنتي وفي 12 سنتي. 17 ده مستورد. بنبدأ نحدد مقاس الحائط على اللوح او الشريحة بديل الخشب، بنبدأ ناخد المقاس المطلوب، بنقطعها بصفيحة منشار او بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد ما احنا بنقطع الشريحة بديل الخشب بنبدأ نراجع عليها. طبعا في شاسيهات كهربا احنا بنبدأ لما نتأكد ان القطعية مظبوطة، بنبدأ نحدد مكان علب الكهربا او الشاسيهات زي ما حضرتك شايف كده. بتحدد اصغر شوية من المطلوب، ما بتحددش قد العلبة، انت بتحدد اصغر شوية علشان الفتحات بتاع بديل الخشب ما تبقاش شكلها مش حلو، فانت بتحدد اصغر عشان لما تيجي الشاسيه فوق القطعة اللي هي متفرغة بتبقى شكلها افضل. طبعا بتبدأ بصفيحة المنشار، ودي ممكن ما تعملهاش بصاروخ عشان ممكن ما تظبطش معاك، او ممكن بصفيحة منشار تقدر تتحكم فيها، او لو انت عايز تعملها بصاروخ مفيش مشكلة، بس هي بصفيحة المنشار بتبقى اسهل شوية. بعد كده بنجيب السيليكون العظم التركي. طبعا السيليكون دوت يعني ب100 جنيه، اللي عايز يعرف الاسعار. الواحدة بديل الخشب بتاخد نص سيليكون زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما حطينا السيليكون بنبدأ نثبت القطعة، وبعد كده بنثبت القطعة التانية، وبناخد مقاس بديل الرخام. طبعا الحائط ده مش هيشيل 2 لوح، فاحنا هنوسطن ال2 لوح يعني عشان يبقى الفاصل في النص، فهنبدأ نقطع الطولي زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد ما بنقطع الطولي هناخد بقى من الجنب المقاس المطلوب. بتجيب سلاح القطر وبتعدي اكتر من مرة على الخط زي ما حضرتك شايف كده، بتعدي اكتر من مرة، وبعد كده بتحط اي حاجة عالية بتبدأ تفصل القطعة اللي انت هتشيلها، وبتيجي تراجع لو المقاس تمام ماشي، لو مش تمام بتظبطه. طبعا انت بتقطع اكبر بكام ملي افضل، وبعد كده بتظبط عليه. بنيجي بقى من الجنب بناخد الجزء اللي احنا مش محتاجينه علشان شكل الحائط. طبعا الحائط مش هيشيل لوحين وهيشيل 4 بديل خشب، الحائط هيشيل اقل من كده، فاحنا اللوحين هنفصل منهم الحاجات اللي احنا مش عايزينها او الشرائح اللي احنا مش عايزينها. وطبعا الالواح دي بتجمعها الاول عشان تديك افضل شكل. بنبدأ نفصل الطولي اللي احنا مش محتاجينه زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الجزء اللي احنا مش هنحتاجه عشان يدينا الشكل متناسق مع بعضه. بعد كده الشاسات بتاعت الكهرباء بنحط عليها لزق، وبنبدأ نحط سيليكون بحيث اللي هي اول ما تثبت اللوح في مكانه يبدأ يطبع مكان علب الكهرباء في الظهر، ولا بتاخد مقاسات وبتعملها على وضعها كده بتبقى افضل. حدد لك علب الكهرباء، بتبدأ بالصاروخ بتقطع اقل مش بتقطع اكبر، انت بتقطع اقل شوية زي ما حضرتك شايف كده بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وبتيجي بصفيحة المنشار بتبدأ تسقط بقى الجزء دوت بتاع مفتاح الكهرباء او علبة الكهرباء، وبتراجع عليه بتلاقيه مظبوط مفيش اي مشكلة ان شاء الله. بعد كده بتجيب السيليكون العظم بتبدأ توزع شكل زجزاج،
والأفضل توزع بالطريقة اللي أنت شايفها دي، أو أي طريقة، بس تكون توزيع مال اللوح ما يبقاش في حتة كبيرة فاضية عشان ما يعملش تطبيلة أو يفك. زي ما حضراتكم شايفين كده، اللوح بياخد 2 سيليكون عظم. طبعا الحائط ده واخد لوحين، واخد بديل خشب. هقول لك على كل التفاصيل الأسعار لما يجي وقت مناسب، أو إحنا بنفنش الحائط. بتبدأ تضم بديل الرخام على بديل الخشب عشان ما يبقاش فيه أي فواصل، وبتدوس على بديل الرخام كويس، واللوح التاني بتبدأ تثبته بالطريقة اللي حضرتك شايفها. طبعا اللوحين دول لما جمعناهم مع بعض كان في النص الفاصل مش مجمع مع بعضه مظبوط، فاحنا بنحاول نقرب مكان الفاصل علشان ما يبانش فيه فرق. بعد كده بنجيب الاستيل وبنبدأ نحط في ظهره سيليكون عظم بشكل زجزاج زي ما حضراتكم شايفين كده. بنجيب الشريحتين وبنعمل على بديل الرخام الاستيل عشان مساحة الحائط ما كانش كبيرة، فاحنا هنستغل الاستيل فوق بديل الرخام وبنثبته بالتيب لحد ما ينشف. زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ في الحائط التاني بديل الخشب وبنعمل الخلع. طبعا احنا حطينا الخلع جربناه الأول وظبطنا تمام، بعد كده هنبدأ نثبت زي ما حضرتك شايف الشريحتين. طبعا اللي على اليمين واخد 2 بديل الخشب واللي على الشمال 3 عشان الستارة، لما الستارة تتحط هيبقوا الاتنين متناسقين وقد بعض. طبعا انا مشيت بالبديل الخشب مظبوط، في عوجة في الباب فانا بداريها بلون بني، يعني انا مشيت يعتبر على ميزان الباب اللي معوج، فطبعا انا عالجت موضوع الباب عشان معوجش الحائط كله زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده علب الكهرباء بوسعها بالصاروخ بالطريقة اللي حضرتك شايفها، وبعد كده هبدأ أفنش الحائط زي ما حضراتكم شايفين ده. الحائط بتاعنا واخد 2 بديل الرخام وشلنا منهم الزيادات. طبعا الفاصل كان باين وشكله مش أحسن حاجة، اللوحين دول كان جاي فيهم عيب اللي هما مش في الفاصل واضح شوية، فأنا بدأت أجيب معجون وألونه وأديله غيره بحيث اللي هو يبقى قوي، وأقفل مكان الفاصل وأدوس كويس زي ما حضراتكم شايفين عشان أملأ أي فراغ واضح بنفس لون بديل الرخام، علشان حتى لو في فواصل تتقفل كويس جدا. وببدأ أشيل زي ما حضراتكم شايفين كده قفل وبقى شكله افضل. الحائط ده واخد 2 بديل الرخام، الواحد ب 800 يعني الاتنين ب 1600، شريحتين ستيل 3 سنتي، الواحدة 35، الاتنين 70، 4 بديل الخشب 17 سنتي، الواحد ب 320 بديل خشب مستورد بديل رخام مصري، الاربعة ب 1280، الواحد بديل خشب ب 320، واخد 6 سيليكون ب 600 جنيه، السيليكون ب 100 جنيه، التركي سيليكون عظم تركي. يبقى الخامات بتاعة الحائط دوت ب 3550. طبعا التركيب حسب الفن اللي بيركب، كل واحد وليه طريقة وليه سعر في شغله، فالأفضل اللي يحدد الكلام ده هو الشخص اللي هيشتغل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو انت مش معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.